هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت. انا مع الفقر الدم، شو الحل؟ بالنسبة لفقر الدم دي نقول ان ده شخص بيجي لنا العياده يقول يا دكتور انا عندي صداع مستمر، عندي ارهاق مستمر، عندي تعب من اقل مجهود، نعمل تحليل صوره الدم الكامله فيطلع عندنا نسبه الهيموجلوبين بتاعنا مش مظبوطه. بنبدا بناء على نسبه الحديد اللي موجوده عنده، طبعا بنبحث عن سبب الانيميا اللي موجوده عنده. الانيميا لها اسباب عديده، اشهر سبب ليها اللي هو نقص التغذيه، اشهر سبب ليها هو نقص التغذيه. فاول حاجه بنبحث عن السبب، خلاص عرفنا السبب. لو نقص التغذيه اول حاجه في العلاج بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد زي البتنجان والعسل الاسود، البتنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء والتين المجفف والتمر، ونقول ايه تاني، التين المجفف والتمر والبتنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء، دول اشهر حاجات مركز فيها الحديد. فبناخد الحديد عن طريق الاكل بتاعنا، وبناخد ايضا الحديد عن طريق مكمل غذائي بيحتوي على عنصر الحديد، موجودة كتير جدا في الصيدليات. موجودة جدا في الصيدليات. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الفرافيرو، زي الفروترون، زي الفروجلوبين، زي الهيموجيت، زي ايا كان الاسم بتاعه، بس كلهم زي شوكو بنستر، زي التراس، ده كله بيحتوي على عنصر الحديد. بعد ما بناخد المكمل اللي بيحتوي على عنصر الحديد، بناخد حاجة معاه تاني، بناخد حاجة اسمها الفوليك اسيد، حمض الفوليك من ضمن البروتوكول العلاج. يبقى احنا بناخد اقراص الحديد، ومع اقراص الحديد بناخد حمض الفوليك، ومع حمض الفوليك بناخد فيتامين ب 12، ويفضل ناخدها كحقن. مع فيتامين ب 12 بناخد اغذيه تحتوي على عنصر الحديد. لكن اذا كان ده السبب، لو كان سبب الفقر الدم اللي عندنا الاكل بتاعنا. لكن لو سبب مثلا فقر الدم اللي عندنا الديدان في الامعاء، يبقى لازم نعالج الديدان في الامعاء. لو عندنا مثلا وليكن قرح في المعده، يبقى لازم نعالج قرح المعده. لو لا قدر الله هي حامل، يبقى لابد ان احنا نراعي، يعني ممكن يبقى الانيميا يبقى سبب الحمل.
ممكن الانيميا يكون سببها، يعني لابد ان نبحث عن سبب الانيميا في البدايه ونحط ايدينا على السبب ونبدا نعالج المشكله. والمفترض كل شهر بنعمل تحليله صوره الدم الكامله، وكل 3 شهور بنعمل تحليله الفيريتين عشان نقيس النسب الطبيعيه بتاعتهم، وبناء عليها بنقيم الجرعه العلاجيه على حسب التحاليل بتاعتنا في الفتره اللي بيتم تحديدها من قبل الطبيب يعني. تمام، يعطيك العافيه دكتور. الله يسعدك، ربنا يحفظك. لو عندك اسئله ثانيه ممكن تسالينا. لا ما عندي، يعطيك العافيه. الله يخليك، الله يسعدك، ربنا يحفظك. يلا بشوفك بخير دكتور.